ومشاهدينا، نرى الآن هذه الصور الحية والمباشرة لانطلاق أول سفينة تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة من قبرص. إذن هذه السفينة الأولى التي تحمل المساعدات الإنسانية تنطلق من قبرص باتجاه غزة، بعد أن كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في خطاب حالة الاتحاد بأنه يعني وجه بتشكيل وبناء مرسى وميناء عائم في شمال غزة تحديداً لوصول المساعدات أو لمحاولة توصيل المساعدات لتلك المنطقة من قطاع غزة، والتي لم تدخلها المساعدات منذ أكثر من شهر أو شهرين. وطبعا يتهدد الغزيون الموجودون في تلك المنطقة وفي كل قطاع غزة، ولكن خصوصا في منطقة الشمال، مجاعة حقيقية طبعا جراء الحصار الإسرائيلي.